تمان يلا عيني دوي ناتي 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 بعدين معك يا ابو مصطفى رح تقدر تشوفه اليوم ولا ما رح تقدر؟ يا رب اقدر اشوفه. صباح الخير جميعا. صباح النور. الله يعطيكم العافيه. الله انت قريت لك اول امبارح وانت كمان صح؟ صح. وانت امبارح قريت لك. نعم. اليوم بدنا حدا مالح قدور. انت الله يخلينا اياك يا دكتور. لك يا اخي المعلم بروفيسور مو دكتور. هاني على السياره. حاضر. يلا شباب يعطيكم العافيه. بروفيسور بدي اخذ غير حالي وحدك. هات لشوف. هذا دفتر ابنك ما؟ نعم سيدي. ابنك انو صف؟ محسوبك ابني موفى بصف الحادي عشر. العين تحرسه من أول ما سجلنا بالمدرسة لهلأ هو الأول على صفه، فقلت لحالي بركي بتقرأ لي خطه وبتشوف لي شو طالعه. خير دكتور؟ شو إن شاء الله ابني بده يطلع شغلة مهمة بالمستقبل؟ والله يا أبو موفق يأسفني إلك ابنك موفق مستقبله مو بالدراسة. مو بالدراسة؟ شو هالحكي دكتور؟ هو الأول على مدرسته؟ والله من تشريش تخطه مبين معي انه ابنك موفق مستقبله خضرجي. خضرجي؟ والدراسة؟ الدراسة ماله خبز فيها. انا بقرا خطوط وقرايتي ما بتخيب. مستقبل ابنك بين البقدونس والبطاطا. والعمل هلأ؟ بطله من المدرسة وافتح له شي بسطة خضرة، بتوفر على حالك مصاريفه وبتوفر عليه تعب الدراسة. طيب دكتور هذا من شان ابني ومن شاني انا. هذا خطك ها؟ نعم دكتور. انت أخذ البكالوريا شي؟ لا يا دكتور. لازم تاخذها فورا لانه خطك هون بيقول انه ناطرك مستقبل كتير مهم، واذا الله ما كذبني بعد سنتين ثلاثة بدك تصير. روح من تمك لابواب السماء يا رب. الله يرزقك ويخلينا ياك يا رب.
ليش فوت العالم؟ شو هي كلمة معلم؟ بطل يا الكلمة. شو رئيس عصابة شايفني؟ مشان الله لا تأخذني، والله لساني لسه ما أخذ على كلمة بروفيسور. ما علينا، شو في برنامجنا اليوم؟ غير المراجعين العاديين، عنا وراء المسابقة اللي عملتها وزارة البنية التحتية. معاون السيد الوزير شخصيا اتصل وطلب انه حضرتك تقرا خطوط المتقدمين للمسابقه لتحدد ميولهم السياسيه ومدى ولائهم لحتى يقرروا مين يقبل. طيب ترك خبر قديش معي وقت؟ فضل انه حضرتك تقرا التقارير وتكون بمكتبه بعد بكره الصبح. وغيره؟ جماعه الفرق صاروا متصلين 3 مرات ومأكدين وجودكم لحتى يبتوا بموضوع الشائعات. معناتها طب لي وراء المتقدمين للمسابقة، خليني أخذهم على البيت أتسلى فيهم بالسهرة. هلا خلينا نخلص من المراجعين. مثل ما بتأمر معلم. مشان الله تأخذني، والله نسيت. فوت لي أول مراجعة يلا. بأمرك جناب البروفيسور. إيه يا أبي مفا، شلون ملاقي لي مصلحتك الجديدة؟ والله بتطير عقلي يا بي، ولو انها متعبة شوي. يعني يا ابو موفق، معقول تطالع الولد من مدرسته لك وهو الاول على صفه مشان شغله شقفة خضرجي؟ امر وريان 093 ام فؤاد. انا فؤاد، انا شلون كيف فؤاد؟ ايه والله ممتازين ممتازين، اليوم كثير كثير مناح. لا شو شاكرية، شو بدك بشاكرية؟ عدة الكواج لك ها مغزي، شو بدك؟ جاهز انا، مريني. ايه 8 كيلو على عيني، ساعتين كمان بيمشي حال. خلاص انا منزلك حسابه، يعني شي 600 ورقة. ايه على راسي مفوا. ليك وينك وينك قبل ما تسكري؟ حطي لي والله الموبايل بس هيك جنب بيت ام صبر. ايوه خليها تسمع، قربي قربي خليها تقرب منك. ايوه يلا اسمع، خليها تسمع منيحه. ايه بدارو يا يا فضيه، قرب قرب قرب. شو يلا المسا، الله معك الله معك ام فؤاد، الله معك. شوفت عيني من شو بيشكي الخضرجي؟ ابنك موفق من اول يوم مصلحته لليوم كل يوم عم يطالع 1000 ليرة. الوزير اضرب واطرح ما بيطالعه. هالاغراض كلها اللي بالبيت مين اشتراها؟ البراد والغساله والميكروويف والكونتيشن كله من شغل ابنك. البروفيسور بشحمه ولحمه قرا خطه وشاف طالعه انه مستقبله بين البصل والبندوره. الله يرضى عليك يا ام موفق، لا بقى تفتحي لي هالسيره. بعدين بدال ما تحببيه بالخضره عم تكرهيه فيها. لا لا من هالناحيه طما منيح ابي، انا روح اربي الخضره. اسمع ايها البندوره، ايها شيخ يا رتسكر يا بصوت. ايه هيك بدي اياك، الله يرضى عليك. يلا قوم البس وتيسر على البصه تبعك، وانا لاقوم البس وروح على التاكسي تبعي. ايها البندوره. صحيح قبل ما انسى، حطيتي لي كتاب الجغرافيا بالتاكسي؟ لك خيرتوني. لك معقولة؟ معقولة هلا انت بدك تقدم بكالوريا يا ابو موفق؟ لك انا عم امزح. البروفيسور بشحمه ولحمه قرالي خطي وشاف طالعي انه اذا اخذت البكالوريا بستلم منصب مدير عام، فما في بيني وبين هالمنصب غير شقفة هالبكالوريا، ليش حتى ما اخذها؟ المتقدم حسن الشمع واضح من طريقة كتابته على الورق انه مهندس متميز وفهمان، بيصلح عنا بالوزارة؟ ابدا لا بل مطلقا، لانه من خلال قراءتي لخطه تبين معي انه خطه مستقيم وحاد. ايوه هذا بيدل على انه موظف حاد الطباع، صعب المراس وعصي على الانقياد، وانتو طبعا بالوزارة ما بيناسبكم هيك موظف. صح يعني مرفوض؟ اشطبه. طيب المتقدم بلال العاصي؟ هذا مرفوض قولا واحدا، لانه انحراف خطوطه نحو اليسار الشديد بيأكد ميله نحو اليسار المتطرف، وانتو بالوزارة هون ما ناقصكن هيك أشكال طبعا. يعني مرفوض؟ اشطبه. طيب شو رأيكم بالمتقدم رضا أبو سعيد؟ هذا هو الرجل المناسب يلي للمكان المناسب. قدرت اتبين من خلال خطه انه طبعه لين مهادن انبطاحي وزئبقي، يخزي العين على رسمه للخطوط تقول حيايا. خطه مرن عم بسلحب سلحبة مثل المي من تحت تبن.
بالضبط، وبعتقد هي المواصفات اللي عم تدوروا عليها. مزبوط ولا أنا غلطان؟ مزبوط طبعا مزبوط. معناها اتكل على الله، خلينا نشوف غيره. هذا ويسمى الجزء الجنوبي من السلسلة الجبلية الشرقية المطلة على البحر الأحمر جبال عسير، مزبوط؟ مزبوط. ممكن تعف عني وترجع لي كمالة؟ أما القسم الأوسط منها فيسمى هلأ إذا واحد كب عليك سطل مي باردة شو بتقول؟ بقول أح. أح يا عين عليك، أول حرف منها أح، شو هي؟ أح الحجاز، صح؟ صح. يا سلام عليك، ها أعطينا بقى. تفضل. شرف، إن شاء الله تنجح وتجمع معهد أسنان كمان. الله يخليك يا رب. خاطرك. مرحبا أبو موفق. أهلا أبو تيسير، كيف دراستك؟ عادل كيف، الله وكيلك الفطلك الاجتماعية من الجلدة للجلدة. حلو. شو خايف من القومية إنه معصل جماعي؟ بإذن الله أنا اليوم بخلص الجغرافيا، بس بيني وبينك خايف انضرب من العربي. اي والله يا ابو مفا انا مثلك خايف من العربي، خيرات الله. هلا معقول العربي واقف بوشنا؟ شو العربي واقف بوشنا؟ بحياته العربي ما وقف وش حدا حبيبي. مع السلامة. شو يا معلم، خلصنا تعب المكرو مشينا. يلا اخي جاي جاي. يا رب. انه انا اللي بدي افهمه، شو اللي هل عليكم هيك فجأة حتى رجعتوا كلياتكم للدراسة بعد الكبرة جبة حمراء؟ ليش ما سمعت البروفيسور شو قال؟ كل شوفير ميكرو بياخد البكالوريا بصير مدير عام. بكالوريا؟ لك تافه ما عم بيرد، يقلد بقى يا تافه. ريبان ما بتدخل حدا لعندي نهائيا، وما بتحول لي ولا مكالمة مين ما كان يكون. ابعف. مشان الشائعات اللي انتشرت بهالفترة اكيد وصلت من شيء. امرني ابو منذر المطلوب. انا جبت عينات من الخطوط والتواقيع من شان تحلل لنا اياها وتعرف لي منين مصدرها. هات لشو؟ أعطيني هالمصنف، أعطيني. لك شو طلع معه؟ ولك علاك وشغلته فاضي، هاد إذا طار طار مدير عام. ريحتني. هذا الوحيد يلي كنت حاسب له ألف حساب، والتاني والله التاني بيخوف يا أبو منذر. يعني من تنتيعات الخط تبعه مبين إنه واحد ماكن ومكيود. معناتها لازم نتصرف وبسرعة. محمد شو هاد؟ خير خير خير، طمني شوفي. خط مين هاد؟ ورجيني لشوف. هذا خطي. عن اذنك انا لازم امشي. بتطول مالك، وين رايح؟ على القليله قل لي شو شفت بخطي. شفت شي ما بينشاف، واذا انشاف ما بينحكى. يا لطيف عليك على هالطالع، طالعك بيقول انك رح تصير. Thank you.
شاء الله عنك يا أم حسين، إذا بتضلي هيك بتصيري بتاخدي عشرات ويمكن تاخدي مرحة. لا بدي مرحة ولا تقدير، أنا بدي بس أتعلم الخط مشان بركي هذا البروفيسور هيك بيطلع لي بخطي وبيلاقي لي هيك شي عريس غير شكل محرز. عريسك عندي أم حسين؟ من قصدك؟ هالشبوبية الفهلوية اللي عم تحكي قدامي. يعني كان ممكن أقبل فيك قبل، يعني قبل ما أتعلم لما كنت أمية، أما هلأ بعد ما تعلمت يا مهندس غير شكل يا بلا هالجوازة كلها من أصلك. مهندس؟ أنا مهندس. إيه يلا خلصونا من قصة هالجواز وخلونا نكفي درسنا. إيه نكمل بلا جواز بلا جواز. دال 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 راد زاي زاي. إيه أبو مروان بنعرف من الشيك نفسه من التوقيع، لكن لا فكر. سمعت الأخبار معلي؟ إيه أبو مروان أنا بحكي معك المساء المساء. إيه ماشي على رأسي يا هلا. ولك أنت حيوان أنت، كم مرة صرت قايل لك بلاها هي كلمة معلم؟ ولك شو ما بتفهم؟ ولك بشعة الكلمة بشعة فولجير. آسف بروف بس في شغلة كتير مهمة، رئيس الفرع بسلامتك طار لفوق؟ لتحت. ومين إجا بداله؟ صاحبنا. فورا بعت له سلة ورد كبيرة باسمي، يلا لشوف. بأمرك معلم. لك اقتل حالي. صباح الخير حضرت البروفيسور. وين خالتي؟ وين فايتي؟ شو المكتب داشر؟ بظن في سكرتيرة برا. فتوح اللي على برا. حاضر معلم. مريني القراية إليك ولا لشخص بيخصك؟ لا لشخص بيخصني. أعوذ بالله أعوذ بالله. شو هاد؟ صاحب هالخط بده يطلع نصاب، نصاب كبير كتير. ولك مو بس نصاب، هذا غبي، هذا بده يكون الأغبى بين دائرة معارفه كلهم. أغبى إنسان ونصاب وهدول كيف اجتمعوا معك؟ والله هذا اللي بيّن معي بالتحليل، وبعتقد إنه هاي الشغلة شغلتي. إذا ما عجبك التحليل هاي مو مشكلتي، أنا بقول اللي بشوفه يا مدام. تفضلي. فعلا أصبت، ولو إنه إجت معك هيك شرف، قصدي الحق معك، لأنه ما في بالعالم أغبى من إنسان ما بيعرف دفتره وخطه. أنسى افتكار؟ إخراس وعود، طبعا ما رح تعرفني لأنك بهيمة وفوق النصاب، بس الحق مو عليك، الحق على البهايم اللي عم يسدوا أمثالك. تحسن. قومي جهزي لي ثيابي يلا بسرعه، صارت الساعه 10. اي على عيني وراسي حبيبي، مشان فاتوره الكهرباء في مجال اليوم بس تمرق انت تدفعها، لانه انا عن... شو ها؟ شو عم تقولي؟ ولك شو قاعده للعزا رقبه انت؟ ولك معقوله الحكي؟ ما انت قاعده وقاعده لا شغله ولا عمله، احملي حالك وانت ادفعيها. قال روح ادفعها انت. ليش انت مو نازله تجيبي الخضره؟ بلا بس كمان موبايلي انقطع، يعني قلت فاتورتي. ينقطع نفسك ان شاء الله. ولك انا شو دخلني؟ ليش انا من امتى بنزل بدفع لك فواتيري؟ يعني قلت لحالي حبيبي بركي انت ومارق بطريقك، يعني بطريقك تدفع لي اياها. اي لا تقولي لحالك، لا تقولي لحالك. خلص خلص حبيبي، انسى كل شيء قلت لك يا، لا تعصب لا تزبد انك تقبرني، انا بعمل كل شيء. خلص اي روحي من خلقتي لكان، روحي جهزي لي ثيابي يلا. لا عيني بس انت هدي حالك هيك الصبح صباح. لك يا روحي عن امي يا خلصنا. اوف
يا طولة البال. هذا تبع الزيت لا تجيبي من عنده. يو بس والله بيراعيني. بيراعيك ولا ما بيراعيك؟ لا تجيبي من عنده خلص. بلاه بلاه خبيته. شو هذا حطي على خلفك؟ شو في؟ مسحي لي هالحمرة وزطي لي شعرك البضيء. حاضر. ان شاء الله تطلعي هيك. أعوذ بالله أنا أطلع حتى يروح حط مكياج لا تطلع. تركت لك مصاري بالمطبخ. تاخذيها بتدفعي فاتورة الكهرباء عشان ما يطلع لنا غرامة والباقي بتدفعي فاتورة موبايلك. كتر خيرك يا رب يشكر خاطرك. حاضر صبرني. هيدي كتير نايس وكتير صغيرة هيك كربوجة خرج مشوار كاجوال بقلب النهار على المسبح. لا طيب اوكي وحياتك في عندي قطعة مخبية لزبوني بس ما بيغلى عليكي قطعة راح تلبق لك كتير شرفي. شوفي لي هالقطعة حلوة بس ما في منها اسوار. شو ها؟ اسوار ولو بزعل منك نحن ما بنجيب غير قطعة واحدة. تعي شوفيها تعي شوفيها مع الهايلايت شوفيها مع لون شعرك قد حلوة طلع على المراية شوفي. لا تمام حلوة ما؟ خير عينك اهلا وسهلا يلا رح نفل لك اياها. مرحبا مهند. يا ميت اهلا وسهلا مدام عفوا منك سوري سوري اه سوري ردي ردي شوفي سهلا. اهلا وسهلا مدام لك الله يسعد لي اوقاتك نور المحل. شو مدام انتي مدام انتي انسه مبين عمرك 15 16 سنه خبرني اللي خلقك تفضلي تفضلي. يا ميت اهلا وسهلا وسهلا تكرم عيونك خلص محجوزه اهلا وسهلا. حلوه هي الشنطه يعني بالضبط. شو اسود مدام احنا ما بنجيب غير قطعه واحده الله يسامحك مدام. تعي شوفي شوفي الكونتراست طلع علي بجنن عليكي خلص. طيب خلي لي اياها على جنب تكرم عيونك لإلك خلص شرفي اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا. جايب لك قطعه قطعه شيء بياخذ ضبانات العقل يعني اتس فيري فيري فانتاستيك بتحسيها مفصله لإلك منحوته على رجلك نحت ثواني بحجب لك اياها يلا ورجيني. شوفي لي هالقطعه شغله بتقولي حفله تنزيل لإلك. خليني اجربها. تكرم عيونك انت ما تعملي شيء اعطيني البنبونات حطيهم هون. واو مو معقول شبك شو في؟ مدام انا مرقة علي كثير رجلين بس مثل هالرجل ما مرقة علي بحياتي. اكسكيوز مي بوستر بوستر وبنص المحل يبعت لك خوفتني ما حبيتها ذوقك خربان. مدام ما تعملي ما تعملي ما تعملي معلش شي ورجيني غير قولي تكرم عينك لحظة كبيرة الفاتورة معها يعني عم تطلع كبيرة الله لا يوفقه. لك يا ريتني لمبة توفير طاقة ببيتك. ليكي إذا مو عاجبتك الفاتورة نطلع مظاهرة قدام وزارة الكهرباء. أهلين ماما. إيه هلا اشتغل موبايلي دفع لي الفاتورة المغضوب. إيه عرسه الخميس يا أمرني. أنا لكان بجي بس بدي أسأل مهند إذا بيقبل بالأول. ليكي ماما دوبي لحق قطع الخضرة وأطبخ له الأمي هلا بصير الوقت بحاكيكي أنا. باي تقبريني باي. قولي سمعني شو على ضيق. عدي عدي وين رايحة؟ رايحة أجلي الصحن الصحن تبعي أنا. عدي لنحكي أول. حاضر. دفعت لي الفاتورة؟ ورحتي عن تبع الزيت اللي قلت لك عنه؟ لك ايه لا مثل ما بدك صار يعني اللي ما رحت لعند هداك. ان شاء الله. ايه صحيح مشان عرس بنت خالتي ايهم يوم الخميس الجاي. ايهم ايهم؟ عن جد مو معقول ما فرحتيني. وشو بعمل لك يعني؟ مشان نروح يعني لانه انا وعدت ماما. لا ما في ضرورة ما في داعي.
بس انا وعدت ماما وهذا متربي انا وياه يعني خالتي. ماما تربي انا وياه؟ لا لا، مش هتروحي تعدي لي هلا عند الكوافير 3-4 ساعات تعملي لي شعراتك، تلبسي لي هالمشلح والمشلفط والمدري شو، لا وتشتغلي لي هز 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 هز، لا ما بدي هالقصه كلياتها، ما بدي اياها الله يرضى عليكي. ها ما برقص ولا بلبس مشلح، خلص مثل ما بدك بيصير. بلاها بلاها، قوم ولا ما قوم؟ بدك قومي روحي من خلقتي. شو بدي لك؟ سخني لي الحمام، بدي اتحمم بس فيه. سخان شو؟ ها ليش معطان؟ ولك شو عادي عم تعملي طول النهار بالبيت؟ بس شاطر تطقي حنك على التليفون وادفع مصاري، ادفع مصاري، ادفع مصاري، لك ما تجيبي مصلح يصلحه. بعت لي حمى والله ما قصدي، مو قصدي. اسمعي ولي، فايت نام ساعة زمان، وبعدين بعد ما فيه بدي اتدوش اتحمم، بدي لاقي مي سخنة، كيف ما بعرف، انت بدك تتصرفي. بتسخني مي بالطنجرة، بتجيبي من عند الجيران، بتجيبي مصلح، ما دخلني ساعة واحدة معك، فهمتي لما لا؟ ألو أهلين ولا ما في شي صوتي، كيفك؟ ما عم بعمل شي، هلأ خلصنا غدا، انزلي اشربي قهوة تفضلي. بدك تفوتي على الفيسبوك؟ نيالك تعي تعي علميني. لك لا مهند فاتي نام، تعي منشرب قهوة ونتسلى. يلا ناظرتك، باي باي باي. ما يسخني ما يسخني. وهي صار عندك صفحة على الفيسبوك؟ يعني كنت متخيل القصة سهلة كرهالقد؟ يو ايه طبعا سهلة، شو فكرتيها اختراع الذرة؟ بصير هلا بحكي مع الناس؟ طبعا بتحاكيهم، ايه قسما بالله اللي بده يشوف صورتك هي بده ينفلج ليحاكيكي، بكره بتتذكريني؟ لا يا عليكي، شو شو القصة؟ ورجيني لشو؟ منين بدي احكي؟ من هون، فوتي على هي. ايوه انطونيو ما بعرف، جربي. يا ميت اهلا وسهلا بجارتنا، لك يسعد لي اوقاتك. كيفك اخت ولا؟ ان شاء الله بخير، كيفهم الاهل؟ الحمد لله نشكر الله. حبيبي عملت لي صفحه على الفيسبوك. واو لا ما معقول عن جد؟ اي والله موقع اجتماعي ساحر وانا طايره عليه، خليها تتسلى شوي. نهالو ما خبرتيها على الكوليكشن تبع السيل الجديد؟ بعت لي حمى، مرقي لعنده على المحل، عنده شغلات بتفلش ان شاء الله. كوليكشن يعني بتحسيه نحت نحت على الرجل، شي بياخد العقل، أمانة تجي أمانة. ها الله يخليك، شكرا. طيب أنا صار لازم أمشي، حاكيني على الفيسبوك. إيه بليز ألاقو، ممكن تعملي لي صفحة إلي؟ ولو يو، معقول ما أعمل لك؟ من عيني هي قبل هي. يلا باي. لك هدي قاعد مبسوط علي شي تأخر. باي باي باي، ما تنسي تمري. ها باي، لو سهلا. بدك تنشري افكارك على الفيسبوك وتشاركي الناس بتطلعاتك، بدك تعملي تشات وما تشات وسكايبي وهو ماسنجر، وتنشري صورك وصور الفاميلي كلياتها على صفحتك، وبدك تكتشفي اصدقائك اللي باستراليا اللي لك مو شايفتيهم من ايام الابتدائي، ولا اللي بامريكا، وتعرفي على ناس واصدقاء وتشات وما تشات وهيك قصص. اسمعوا لك، انا هذا الكمبيوتر جبته لحتى تتسلي وتلعبي فيه شده، مو لحتى تعملي لي فيسبوك وما فيسبوك وقصص وزعبره. روحين العين بخلتي عملي لي في الجرهوية، يلا بلك يلا. قال فيسبوك، قال فيسبوك. هاي صار جاهز حبيبي. كسر القفل، كسر قفل البلاك. ايوه انا مغضوب شي، والله مرضي، والله امي راضيه علي. ولك شو انت؟ لك بدك تشطيني انت؟ لك
على راسي. كل شيء بدك اياه بصير. بدك شيء ثاني؟ ايه بدي. ايه شو؟ بدي تسدي حلقك وما بقى اسمع صوتك ونفسك بنوب بنوب بنوب. جد تمسح، شوفي لي اياها ما احلاها. لا 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 ابدا ما حبيتها. طيب شوفي لي هالزحافي هي، شوفي هلا. انت بتعرفني انا ما بلبس زحافي. مع انه ما شاء الله طولك. طيب لحظة واحدة. كعب 12 بتحسيها منحوتي على رجلك نحت، شوفي لي اياها. اف عن جد ما عم يعجبني شيء، ما بدي، ما حلوين. معناتها انت اوت اوف مود مدام، مزبوط؟ مزاجك مو كتير ما؟ يعني شو رايك نشرب فنجان قهوة ونحكي على بعض؟ هذا جوزك يبعت له حمى شو معقد، مزبوط؟ هاي ماما. لا 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 مو معقول يا ميت. أهلا وسهلا مدام. سوري جح. يا ميت أهلا وسهلا، كيف صحتك؟ شو مو معقول، شو متغيرة وحليانة، ورجيني شعراتك قصدي. بيرو بس لا بقتلك لك كثير، شو شاطرة؟ عليكي وبيني متعقدي صايرة. يلا حافظك حافظ، أنا بصم فيكي تنكتي المحل كلياته ونكت على حسابك. سوري بتعطي زبونة. بتاخدي اسبريسو؟ مو جاي على بالي. عصير بردقان، أناناس، ليمون؟ ما بدي شيء، ما بدي شيء. مرحبا، بدي تندر يا 37 لو سمحت. سبعة وثلاثين؟ لا لا ما عنا، نحن نظام المحل عنا 39 وما فوق. روحي دادا شوفي لك شي محل تاني بتلاقي قدام، ما بعرف يمكن تلاقي. اوكي شكرا. اهلا. اسبريسو؟ لك مهند انت ما بدك تبطل لهي الحركات يعني؟ شو بدي اقول لك الواحد، لك معقول يكون عنده واحد زبونة مثلك ويتطلع بهالناس؟ شرفي شرفي شرفي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. الأسبوع الجاي كوليكشن بياخد العائلة. أوكي. الله معك، باي باي، مع السلامة. باي باي. إيه وديت الكويات عند الكواة؟ عزلتي البلاليح؟ مسحتي صبابيطي؟ عزلتي السقايف؟ مسحتي دريات؟ غسلتي السجاد؟ نظفتي البرادي؟ عقمتي الأراجيل؟ نزلتي الشتوي؟ طلعتي الصيفي؟ نظفتي البراد؟ طبختي الطبقات؟ حشيتي السجقات؟ رتبتي الشاشات؟ غسلتي الغسيلات؟ فرمتي اللحمات، كويتي الكويات، شطبتي الدرجات، حميتي الحمام، نظفتي حوض السمكات، فواتير الكهرباء، فواتير الموبايل، فواتير الارضي، فواتير الانترنت، فواتير المي، عزلتي الناطور، ادار الاولاد، وعكوني ما كبيتي البالات، سعيتي الزريعات، عقمتي البقدونسات، نعتي البرغلات، نعتي العدسات، نعتي الخزات، حفرتي الكوتايات، لعملتي اللبنات، عجنتي العجينات، ولك يلا عملتي كل الشغلات، يلا روحي نبري، تغديني لهون. الله يجيرنا يا رب. يا سيدي ما رح يجيرك، هذا كاس على كل الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. انت اليوم لا تدفع جد؟ ايه تعبي تعبي. مواطن سبعة وفوق لستة وفوق الف عام. عمرك ما شو ما يكون دلال. ما فيك شيء عم تدلل ابو عمران. حبة تحت اللسان. افتح. ايوه استرخي. شو رايك اعطيك دوري؟ لا يا يستر عرضك. خلصونا بقى خلصونا بقى. انت ليش واقف صافين؟ هات شوف هات فاتورتك القديمه خلصي. الطيب بعدك تفضل معلم. شربك فادي طالع لي اياها الله يرضى عليك. تفضل يا كريم.
19600. والله طعمك شو طعم حب. ايه اللي بعده؟ شوف لي الجدول بعدين ساوي لنا كاسه شاي. الله يرضى عليك. الله يخليك. ليش واقف صافي؟ هات لك شوف حبيبي هات. انفادي. انا اسف. بسم الله. تفضل سيدي. 13365 ليرة. ليه؟ هيك الكمبيوتر حاسبها، شرايحك مرتفعة حبيبي. حاسبها مظبوط وعرفان قديش فاتورتها؟ هدول هدول الراتب. الشهر الجاي بابا مو انت وقتنا جبنا الشهر. خلصنا لك ابي، خلصنا الشهر الجاي عم اقول لك. يا بابا شو بك انت وياه؟ هاتوا هيك. بابا متى بدنا التلفزيون؟ لك يا بابا يا روحي انت وياه، قد ايه صرنا ما قعدنا مع بعضنا، لسه دبقانين تلفزيون تلفزيون تلفزيون. طيب يعني طول النهار افلام كرتون، طول النهار القصه هي، كمان انا بحق لي اقعد معكم ساعه ما هيك؟ شي لي انت وياه. اهلين ابو وائل، شو امتى جيت؟ شو الصوت؟ الغسالة تشيب 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 تشيب. يا عم تجلي يا عم تطبخي، مالك حق حالك انت؟ شو
شايفين هي الحركة هي؟ هي العضلة اسمها زر رأسين، بس تعمل هي تتحرك تنشد وتتقلص تنشد رياضة رسمي يعني. روح أبي رحله، روحوا له، روحي له. اي اي اوا اوا بتكبر العضلة اوا اوا زر رأسين هي. هوا قد ما فيك هوا، زر رأسين زر رأسين، عم تتحرك زر رأسين زر رأسين، يلا يلا زر رأسين زر رأسين، يلا يلا. سويت لك الشاي. في عنا شمة زيادة؟ عنا. جيب الشايات لهون، أنا فايت شق على البلاد. أمان 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 أمان. إيوه. أمان 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 أمان. إن شاء الله بتقفشوني أنتوا اثنين. شايفين ما أحلى الدراسة على الشمال؟ ما والله بملخت عيوننا. إي والله يا بابا. لك بابنا. لك بابا شو بكون أنتوا؟ أصلاً جدودنا العرب قديم فتحوا العالم بالشمال، اتطوروا بالطب وبالفيزياء وبالهندسة وبالعلوم. لك طه حسين كتب كل كتاباته على الشمال. أصلاً نحن ما جاب آخرتنا غير الكهرباء. لك لك بابا طنعتوا؟ لا إن شاء الله عمرك ما تختنع. انت وليا يقطع عمركم انتوا بالدراسة وسط الدراسة. بنها ليش كنت عم تعيط على الولاد تقتلهم؟ ما عم يدرسوا، مقضينا طحنك ومسخرة. الله يا سلام على الشايات، شو بدك أحلى من هيك؟ شاي ظريف وشمع وجو رومانسي. صار من زمان ما قعدنا هيك. هي لعن ابو التكنولوجيا كلها منساسه لراسها. هلا هيك بدنا نقضيها على ضو الشمعه؟ شو بك؟ سمع صوت. ما ضل شيء ما طفيته. البراد. لا ما تقولها. شغلتي هلا انا مو مع البراد. كنت تكوني أنا لربي.